നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സീദോറുകളും ഉലമാ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെയും വേദിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദൂരെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ചെറിയവരും വലിയവരും എല്ലാവരും ആ കാലി കിടക്കുന്ന കുർസിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധന്യമാക്കിയ സദസ്സിൽ വന്ന് ഇരിക്കണമെന്ന് ഒന്നും കൂടി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇലാ ഹളറത്തി നബീന മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ ഫാത്തിഹ. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي انعم علينا وهدانا الى دين الاسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وسن الخواتم يستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحه ونبس بعدد كل معلوم لك. اللهم اوصل وبلغ مصر الثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما صليناه وما سلمنا وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة منا إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات رواه أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات رواه أصحابه البدريين والأهدين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات رواه الأئمة المجتهدين وأصحابهم رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى حضرات رواه الخطاب الأربعة كلهم خاصة وإلى حضرات رواه مشايخنا مشايخ سلسلة القادرية والرفاعية والشطارية والسهر وردية والجستية والشادلية وسائر طبقات الصوفية كلهم أجمعين وإلى حضرات رواه أمواتنا وأموات المسلمين عامة. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه فداء لنا ولهم من النيران جمع بيننا وبينهم في جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بحقهم وبجاههم بارك لنا في كل أمورنا واجتماعنا هذا وسائر معاملاتنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واتم الصلاة وجوه أعدائنا وامسخهم لا مكانتهم ولا استطيعون المضي ولا المجي إلينا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحمة الله. نايكريگه سواگتونه نگلو.